enough, enough shadows. وجود بعيدا عن هو وحش هو عبارة عن مخ راجل عصابات كان انسان عادي شغلته بيصطاد وحوش كانوا بيستخدموها في زون على تجارب لحد ما جه في يوم وفكر ان هو يبتدي ياخد جرعات كيميائية للهرمونات بتاعته علشان تخليه اقوى من الاول ويعيش حياة افضل واقوى وفضل الراجل ده ماشي على معادلات كيميائية فترة وفي يوم صحي الراجل ده من النوم لقى نفسه مربوط على سرير عمليات ومتكتف في معمل سنجد كل اللي الراجل ده شايفه هو وش سنجد المجنون ميكس ميكس ويرل ميكس شغال فيه الراجل ده حتى لحد دلوقتي هو مش فاكر هو وقع في ايد سنجد ازاي طبعا في الوقت اللي كان بيحاول يفتكر فيه ايه اللي حصل سنجد كان شغال فيه سنجد كان شغال في جسمه وما بيضيعش وقت لتجربة جديدة ركب سنجد مضخات وخراطيم لحقن مواد كيميائية جديدة في عجوبه دايما سنجد كان بيجي ورا هدف معين في كل اختراعاته وهو التحول ابتدت تشتغل المواد الكيميائية اللي تم ضخها في عروق الراجل ده وابتدى سنجد يشكل في جسم الراجل ده بشكل مؤلم جدا سنجد قطع ايدين الراجل كلها ركب فيهم مخالب حادة وركبهم تاني كأنه شغال في عربية من الحاجات اللي تركبت له حاجة اسمها غرفة كيميائية محطوطة على ظهره ودمجة مع النظام العصبي بتاع جسمه كل لما الراجل ده يخطب او يكره او يخاف كل ما الغرفة دي بتضخ سائل كيميائي وبيمد وجهك بالسرعة والقوة في عجوبه وفي وسط العملية عقل الراجل ما استحملش كل الجرعات الكيميائية وكافح وجهك علشان يفتكر حاجة واحدة بس من ماضيه ما عرفش لان كل اللي في دماغه تحول الى الوصول الى الدم بس خلصت العملية وتعلق وجهك على الجنازير لمدة اسابيع لان كان تقريبا كل حتة في جسمه متكسرة ومتركب مكانها حاجة وبعد أسابيع من مقاومة الجرعات الكيميائية جسمه ما استحملش ومات والتجربة فشلت How about a drink? سنجد ما تفاجئش ولا حاجة بالعكس ده ابتدى يحفر حفرة علشان يدفن فيها الجثة ويروح يشوف التجربة اللي بعديها ايه وبالفعل اتخلص سنجد من الجثة في حفرة بعمق كبير في حتة بيرموا فيها المخلفات وجثث حيوانات التجارب ولكن الموت هو كان الحاجة الوحيدة اللي كان محتاجها وجهك علشان يتحول وفي ظل ما هو مرمي على قمة جبل الجثث ابتدت تشغيل المواد الكيميائية وكملت شغلها في جسم وجهك وبدأت الغرفة اللي على ظهره تضخ وتشوه جسمه الطبيعي وابتدى عظام الجثة يتشكل على شكل ديب ابتدى يتبدل كل شيء من جسمه بشيء جديد وقوي ومن اول اللحظة دي ومن اول نبضة في قلب وجهك مرة تانية الانسان الطبيعي اتمسح من الحياة والوجود وبقى في حياة جديدة لوجهك على الشكل ده وابتدى الوحش المفترس في الذبح كل من في طريقه وطول ما الدم بينزل من الانسان هو مش هيحس بحاجة ضميره مات بسبب جوع معدته اللي بتتغذى على الضحايا العشوائية وفضل فترة عايش على كده لحد ما ابتدت الذاكرة ترجع له تاني وابتدى يفتكر ايه اللي حصل وابتدى ما يرضاش بالضحايا العشوائية وابتدى يلاحق الناس اللي غطيتهم ريحة الدم بجد مجرمين زون القتلة والحرامية رؤساء العصابات وابتدى يخلص عليهم فعلا ودي كانت أول معركة مع متحولين زيه